ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوتك تمرين جيد، تخصصي 100%. فابدأ الستة التسعة والدعش ينطلقون يعني بزاوية بحيث انطلاقهم يشكل مثلث مع اللاعب رقم ستة. شوف، فتسعة يروح للداخل بعيدا عن ستة، يعني 15 تكفي، ودعش يروح للجانب فيصير مثلث تقريبا مباشرة. ستة يلعب إلى تسعة، تسعة مباشرة يلعب إلى دعش، دعش مباشرة، شوف المثلث هذا، وتس ودعش مباشرة يهيئ الكرة داخل قوس الجزاء، خارج منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء، مو مشكلة. فيهاجمها الرقم، لازم هنا تنتبه، يهاجمها الرقم ستة لاعب الوسط يصوب على المرمى، بينما الدعش والتسعة يعملون ريباوند. فالدعش يروح الحركة رقم خمسة، شوف خمسة خمسة خمسة، هذه حركة تركض، الستة باتجاه الكرة واثنين على اجنابه يروحون كساندين للتعامل مع الكرة الراجعة، فورا يخلصون يرجعون زين، ويبدون الثمانية والعشرة والسبعة بنفس الطريقة، وهكذا بعد عدد من المحاولات والتكرار يحاول اللاعبين يستديرون على المراكز، يحاولون إلا باستثناء اللاعب رقم ثلاثة يبقى في هذا المركز، بينما تسعة ممكن أن يبدلوا إلى ستة، ستة يبدلوا إلى عشرة، ما عندي مشكلة. أما إذا أردت تخصصي ثابت فهذا النوع من أنواع التمرين جيد، لكن انظر، أريدك تشوف الفرق بين هذه الفعالية اللي على اليسار والفعالية اللي على اليمين. بالفعالية اللي على اليسار من صوب الكرة؟ ستة اللي لعب الكرة. بالفعالية الثانية من صوب الكرة؟ لاحظ عشرة لعب إلى سبعة هي الكرة. من ذهب؟ عشرة، وليس لاعب الوسط، لاعب الوسط وسبعة بعد تصويب من قبل عشرة يروحون ريباوند، فيكون هنا لاعب ساند ويكون هنا لاعب ساند، اللاعب رقم عشرة. إذن هناك متغير قد لا يلحظ المشاهد أو المتابع، هو أنه هنا من يصوب على المرمى هو لاعب الكرة، لاعب الوسط، من يتابع التسعة والدعش، وهنا من يصوب الكرة هو رقم عشرة، من يتابع يتابعون سبعة وثمانية، وهكذا. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية دائما وأبدا. إحنا نسأل الله أن يعني يعم الخير كل البشرية، وأبدا لا تنسون في مثل هذا الفجر الطيب يوم 10/12/2023 أن ترفع إيديك إلى السماء وتقول اللهم دعوة صادقة أن تنصر المقاومة الفلسطينية وخصوصا كتائب القسام يا رب. شكرا جزيلا. أنا موفق المولى. شكرا.